أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia, ضيف kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kembali Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-64 malam ke-6 akan diteruskan. Dengan sukacitanya, majlis menampilkan peserta ke-6. Peserta ini akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim pada surah Al-Qasas bermula pada ayat 59. سيداتي آنساتي سادتي نواصل احتفالنا الدولي 64 بتلاوة القرآن الكريم لليلة السادسة بدعوة المشارك السادس ليتلو علينا ما يتيسر له من سورة القصص ابتداء من الآية 59 فليتفضل مأجورا. لبرسيلكن بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا متاع الحياة الدنيا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي وتعالى عما يشركون
تشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا dikasihi. Qari yang bersama kita tadi ialah Encik Hamid Reza Nasiri Wahidfar, peserta yang mewakili negara Iran. Ayuhal hudur al-kiram, li'ilmi hadaratikum al-musyarikul ladhi tala alayna ayatillahi al-bayinati qabla qalil هو القارئ السيد حميد رضا نصيري وحدفر المشارك من جمهورية الإسلامية الإيرانية.